السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحبابي وإخواني، وصلى الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. كنا نجيب عن سؤال مهم جدا، لكن سبحان الله ربما وقع إشكال عندي في الهاتف الآخر، فحولت إلى جوال آخر بإذن الله، البث من جوال آخر بإذن الله. هذا هو سر انقطاعي من البث الأول إلى الآن. ربما المساحة الخاصة بالجوال الأول لم تعد كافية للبث وتوقف أكثر من مرة، ولهذا حولته على الجوال الثاني إن شاء الله جل وعلا. قلت حتى أجيب الأخ باختصار في مسألة الجن أو الشيطان الذي يسكن الرأس. الشيطان الذي يسكن الرأس هو من أقوى الأنواع التي تتمركز في البدن، ويصعب الحصول عليها أو التحكم فيها، وهي دائما وقاعدة خذوها مني احفظوها يرحمكم الله. أصحاب العلل القوية والحالات المستعصية التي يعجز عنها كثير من المعالجين، التي ربما تكون النحافة شديدة لدرجة الموت، وتكون الرغبة في القتل والموت والانتحار، تكون الأمراض المستعصية بالأمراض والسرطانات، وتكون حالات الاكتئاب الشديد وحالات الانطوائية وحالات، ثم قد ربما باجتهاد المريض واجتهاد الراقي تصبح تتجلى رؤى منامات على شكل ثعابين، شكل حيوانات ضخمة قوية مبالغ فيها كالديناصورات والتنين وغيرها، وقد تكون كذلك للملوك والذهب وغيرها والأشياء الغريبة. لابد أن يكون الضربات تكون قوية من راق على ما يسمى بحصون الرأس. خذوها مني قاعدة، إذا تعث حتى أنتم في بيوتكم مع أهليكم وذويكم ومعارفكم وأحبابكم، إذا تبينت أن الحالة معقدة ولم يصلح معها معالج، أكد على ضربات الرأس على ما يسمى بالرأس، فإن به تم حصون قوية وتكون عقد قوية وأسحار قوية، ويسجن فيها ويسلسل ويقيد فيها الجنود والخدام، والآمر الكبير على الرأس درجة كبيرة لا يصل إليه أحد، وقد يجعل الملوك يصعدون يتكلمون، لكن كبيرهم والذي يقول لك أنا ملك الملوك أو الشيطان الكبير أو الماسون الكبير يتمركز على الرأس فيعقد عليه ويختفي داخله مع صلاتك وصيامك وقيامك وذكرك واجتهادك، ويختبئ في الرأس، وقد يجعل شروذ أثناء الرقية ونسيان أثناء الرقية وأشياء الله بيعلم. أنا ما الحالات التي أعيشها مع الناس لو سطرتها في كتاب وبينت بحقيقة الناس تصدم. أنا يعني لما أتكلم معكم أتكلم معكم، يوجد الصوت؟ الصوت موجود؟ يوجد الصوت؟ الصوت موجود؟ هل الصوت موجود؟ الصوت موجود؟ جاوبوني أنا، الصوت موجود؟ هل الصوت موجود؟ واعتقوني جاوبوني أنا بدا، واش الصوت موجود؟ الصوت كتسمعوني؟ طيب خير إن شاء الله تعالى. وأخيرا جاوبتنا الأخت منى، قالت صوت موجود. طيب أخ رضا صوت موجود، الحمد لله. طيب جيد جيد الآن سمعت. طيب أخ، طيب جيد، بارك الله فيكم، صوت موجود. أحد الأخوات أو الإخوة قال لي شو ما علاقتك بمصر وأهل مصر؟ علاقة طيبة جدا. مصر بلد جميلة جدا، زرتها، بلد جميلة جدا، أرضها جميلة، تربتها جميلة، ناسها طيبين، يألفون ويؤلفون ما شاء الله، يعني ما بيني وبين مصر حب وخير كبير، وزارني الناس كثير من مصر ما شاء الله، جاءوا عندي بفضل الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله لهم دوام الفضل والخير والتيسير.
طيب، بالنسبة للرأس، نرجع للرأس. الرأس الإكثار من الاستماع للرقية. طيب، ما هي الرقية التي تنفع في الرأس؟ هذا هو السؤال. على حسب الراقي المتمكن يجعل لك قالب للرقية ويؤكد على الرأس. طيب، هناك فن، الفن في الرقية هو الاسترسال كي تأتي بمن يسكن الرأس. بمعنى، أحيانا قد يصعد لك صغير حي مثلا أو خادم، ولكن يوصلك إلى ملك، أو عناده يبدأ شق يمين شق شمال، ثم تصبح ربما هناك يعني تتابع في مسألة إسلام الجن، هذا يسلم وهذا لا يسلم، هذا يتكلم وهذا يخبر بهذا، ويصبح تضارب، وهناك يعني شيء أشياء عجيبة تراها في عالم الرقية. صراحة نراها رأي عين نعيشها مع الناس حقيقة. لما يذهب ويأتي تختلف الأمور، لما يصعد هذا ويأبى هذا، أو يسلم هذا يدعين هذا ويقبل هذا وهذا، تختلف الأمور، لكن بعد ذلك يعطيك إشارة أن هناك فوقي علوي هو ذاك الذي في الرأس، أو يبدأ هو يصارعهم، تأتي الحالة بعدما أسلموا تنكرت وتغيرت وتمعرت واحمرت واسودت، ولكن صاحب البدن لا يفقه، يظن أن الجن قد تمردوا كذبوا نافقوا، ولكن المعالج لابد تكون عنده بضاعة، يفهم لما يسمع بإنصات ماذا حصل مع هذا، والأي الأول، أي يوم تغيرت، اليوم الأول أو الثاني، هل كنت مقبل على الطاعة مع عبادات، ماذا رأيت، يفهم أن هناك كبير يسوسهم. إذا كان هذه الكبار تمكنوا من البدن ولا يرون من معهم أو يمنعوا من النطق به، فأكد على الرأس، أكد على الرأس، والعين الكبير الرأس. دابا نرجعوا كنقول لكم طلع الرأس، يقول لي وكيفاش غنخرجوا اللي في الرأس، هذا دابا انت طلعت لنا في الرأس، قول لي كيفاش نهبط اللي في الرأس. اسمعوني جيدا، الرأس، العينان من الرأس، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا اسمعوا مزيان، عندك الصدغين وعندك العينين وعندك الناصية وعندك القافية. بقوا معي، بقوا معي، الله يرضي عليكم، سيروا معي خطوة خطوة غير بشوية. شنو قلت؟ عندنا العينين، والعينين غنجمع معاهم حاجة مهمة هي الخيشوم، الأنف. ركز معايا، ركز معايا خطوة خطوة، الله يرضيك. دابا حنا غنأكدو على الرأس، كنجيو للعينين وكنجيو للأنف، ياك؟ كنجيو للعينين وكنجيو للأنف وكنجيو للناصية وكنجيو للقافية. ركز معايا مزيان، نعودها. ها هو الرأس، العدو عندنا مخبع هنا، ما قادش نوصلوا ليه، غندير الصنارة، غندير شنديروا ليه، حتى نديروا ليه. والمشكلة كيتحكم في الجسم ديالنا، في ضعف النظر، في العصبية، في الضيق والاكتئاب، كيتحكم في الجن، نربطهم أشياء لا تعد ولا تحصى، أمراض مستعصية، نخاع شوكي، كل ما شئت. وفين هو؟ في الرأس. درتي الرقية على الحصول على الرأس، الرأس بدي كتحس بالتأثير بكذا بكذا، كي غدي لي، أو أنت عندك رقية قوية، جميع الرقيات كتسمع اليوم ما كتأثرش، دبدبات خفيفة جدا، ولكن يوقع قول، أو لك أحيانا كبدي تعز على رأسك أو كذا، شنو غدي؟ أنا كمولك أكد على الرأس. اش غدير الراس؟ غتمشي تقدر براسك مع الحيط؟ ما يمكنش. غتشي عاف راسك بعافيه؟ ما يمكنش. تقج راسك؟ ما يمكنش. تحل راسك تشقو تخرجو؟ ما يمكنش. الرقي كديرو ما كيوقع له والو، وشنو غدير له؟ شنو ماذا سنصنع مع هذا الشيطان الذي في الراس؟ واختبر لي في الراس. طيب، هو تخبى لك في الراس، خاصك تعرف ان العينين من الراس، الخيشوم، عندك الصدغين، الناصية، وعندك القافية، عندك النافوخ كذلك، وعندك الدماغ وسط الرأس. سهلة القصة، سهلة، أقسم بالله ما صعيبة، أسهل ما يكون. غادي دير السماعة ودير فيها
دك الحصون الأبالسة الأقوياء الأشداء، وعندي كثير على اليوتيوب، غتجمع منه واحد 6 ولا 7 ديال دك الحصون وتسمع لها لمدة طويلة جدا، لأيام أقلها 3 4 أيام متتابعة بالليل والنهار. تجتهد، مش باغي تخرج عدوك اجتهد، باغي تسعد في حياتك اجتهد، باغي تيسر لك الأمور اجتهد. ما عندكش شي حل آخر. غدير هذيك الرقية ديال ديك الحصون كاملة، داك الحصون الأبارسة كبيرهم الإبليس الكبير، دائما هذه الأمور الكبيرة غتجمعها. أنا جاية أم إكرام للثلج، جزاك الله خير، جيد، غادي تجمعهم كاملين. ماشي غادي نجي نقول لك دراسك في الثلج وتولي أنت عندك مصيبة في راسك وتقول لك الشيخ قال لي، لا، غتكون جاهل وغتقتل راسك. سمعني مزيان، تكون جاهل وتقتل راسك. تعمل قصة الصحابة حينما سألهم الصحابي حينما كان فيه جرح وأقام جنب واستفتاهم فأفتوه بالغسل فمات، قال قاتله قاتلهم الله. ألا سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. صحابة وقعوا في هذا المشكل. فلهذا خاصكم تاخذوا الأمور ماشي من الآخر، تاخذوها كاملة باش تفهموا الله يرضي عليكم. تقدر تجي أنت ودير راسك في الثلج وتخلي راسك وغينزل الثلج عليك أنت، فرق باش ينزل على داك اللي فيك وأنه ينزل عليك أنت، أنت ما تقدرش عليه وتولي في مشكل كبير. ولهذا خاصك تقدم الدورة الدموية والجهاز العصبي بتحريك ذاك العدو القوي اللي طاقته فوق طاقتك، فيتحمل معك ويقع عليه هو لا عليك أنت. قد تصبر أنت في البداية لكن لصعوده، أما تبقى كل وقت عليك أنت قد لا تتحمل ويصبح عندك مشكل. وهذا من فقه العلاج بالثلج، وإلا تصبح مصيبة. راه ماشي أي حاجة تاخذها بالشكل ديال الصورة وتطبقها، خصك تفهم الحيثية تاعها. ولهذا خاص الناس تولي تسول، ماشي مشكل نحطو لكم باش تفهموا وتنفعوا، ولكن سولوا متى يستعمل متى لا يستعمل، واش تستعملوا هذا واستعملوا هذا، وحتى الرقاة خصهم يسولوا. مفهوم؟ هذا فقط تنبيه، بارك الله فيكم. فقلت هذه السماعة ديرها وتبقى تصمت. لماذا؟ كنهيئوا الجسد، والعدو كنقول له حنا نحن نريدك أنت، وتقدر واخا يكون الجن مسلم في البدن لا يتأثر ولا يؤذى، لأنك أنت خصصتي واحد هو اللي بغيتي يتأذى. ولهذا بعض الأحيان في الرقية نقول له طلع أنت كبيرهم، يصعد ويصعد كبيرهم والآخرين كيبقاو، يقول لك واش حنا كنتحكموا في الجن؟ الرسالة مقصودة، وطريقة هزك ونبراتك مقصودة، وإشاراتك ودبدبة صوتك مقصودة. فلما تكون عندك هذه الميزات كلاعب الكرة غادي يشوتها من هنا غيحطها في 90، غيحطها من هنا غيحطها هنا، وهكذا كتولي عندك المقياس بإذن الله عز وجل، كل بإذن الله وتوفيق الله. عندك المقياس، ما يمكنش غادي تجي انت وغتضرب البالون وبغيت تحطها في 90، ما يمكنش. انت ما عمرك شديتيه، اجنو غتحلم انا كنسوق مزيان وانت باقي ما عمرك ركبتي في طوموبيل، ما يمكنش. احلمت الطفال، الاطفال كنا حلمنا، ولكن باش تسوق وتولي باري خصك وقت تعلم وكذا وتمحن في الاول وعاد باش تولي بارع. لا من الحمراء للطياره ما غاديش تمكن، ما حتى في مجال ما كاين الحمراء للطياره، حتى في هنا حتى في مجال حتى في الرقيره ما كايناش، هذا هو اللي كاين. فلهذا قلت لابد احبابي واخواني، اسمحوا لي هذا اللفظ هذا، وكيفاش نبين الصوره. ف سمعنا هذه الرقيه لمده طويله، تسمع الرقيه لوقت طويل وتكون تمهيئ نفسيتك ونفسك لهذه الامر هذا. ثم تاتي باكياس الثلج، عفوا، تاتي بالاكياس ديال الثلج. هذه الاكياس ديال الثلج تاتي بها باذن الله سبحانه وتعالى، وتحاول انك تضع على الرقبه وعلى القافيه، وتضع على الناصيه، وتضع على العينين. ان كان قوي عاشق يصعد، ساحر على العقل والدماغ يصعد، على القافية يصعد، ولكن يحتاج منك الصبر. أقسم بالله أحكيكم آخر قصة وقعت لي قبل أيام، آخر قصة، ما غنحكيش لكم القصص الكثيرة، فهمتي؟ لن أحكيكم القصص الكثيرة، ولكن سأحكي لكم قصة قصيرة جدا وقعت قبل
أيام، يعني قبل أيام قليلة يسيرة قصة وقعت لي. ما هي هذه القصة؟ القصة قصة رجل زارني من مدينة مراكش، أصبح يسقط الشعر من ظهري عزكم الله والدم، وحتى أسلم الجن والشياطين وجاء عندي بفضل الله على فرح مسرور أن الجراح التي كانت مهيئة له للبواسير قد الحمد لله بإسلام الجن اختفى الجرح، وعندي هذا التسجيل، اختفى الجرح تماما على الفور والتو بفضل الله، ولم يعد يرمي لك الشير من ذاك الشعر، لكن مع الرقية وأكدنا على العينين والرأس صعد كبير قوي جدا وبقوة أسلم وأذعن. ربما أبحث عنها اليوم أو أضعها إن شاء الله لكم حتى تفهموا وتسمعوا قصة عجيبة. الثلج في العينين سره عظيم وعجيب، الثلج على الناصية ورمها بقوة وصعد بقوة، يعني غلب حتى زوجته وغلب أخت أخرى، أشياء الله بها عليم سبحان الله العظيم. وفي النهاية أسلم لله وأذعن لله عز وجل وأقبل على الله وتاب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن كشفناه بمسألة الثلج ومسألة العينين والناصية والقافية. أكدوا على هذه النقطة إن شاء الله تعالى، فإنها نافعة لكم بإذن المولى جل وعلا. أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم، عندي ضيوف الآن إن شاء الله تعالى، أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم بكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. اليوم بالليل غنضر لكم واحد المنشور إن شاء الله، وبين لكم في بعض النقاط إن شاء الله، وكذلك ماذا سيكون بإذن الله تعالى في العشر الأواخر، أو ربما اقتراحاتكم ماذا تريدون أن نبين أو نقدم لكم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.